أراكم مشاهدنا الكرام عندما نتحدث عن مهرجان زيت وزيتون يعني أن هناك زيت وزيتون، والشركة المشاركة في هذا المهرجان هي شركة زيوت الأرض المقدسة، وتنافس بقوة في الزيت والزيتون على مستوى المحافظة ومستوى الوطن. أيضا شاركت في هذا المهرجان وكانت سعيدة جدا بمشاركتها. يسعدنا أن نستضيف وإياكم مدير الشركة السيد وائل شديد. يسعد مساك. مساء الخير. الله يسعدك. مساء الخير. يعني المشاركة في المهرجان الأول للزيتون في طول كرم إلى أي حد هي مهمة بالنسبة لكم؟ قديش حسيت أنه ممكن فعلا تكون مهمة هذه المشاركة؟ يعني ما شاء الله أنه المهرجان هذا نكلة نوعية، وأول مهرجان بيكون على مستوى فلسطين اللي هو الزيت عمود البيت. طبعا كانوا يقولوا أجدادنا أنه خبز وزيت 70 في البيت، والحمد لله المهرجان هذا من أرقى المهرجانات اللي موجودة في فلسطين، ولقى نجاح الحمد لله من يعني إقبال حلو، وزاد مبيعاتنا، وطبعا إحنا عرضنا من أرقى الزيت اللي موجود في فلسطين، والزيت اللي عندنا هو على مستوى العالم من أرقى الزيوت اللي موجودة في العالم. قديش استفدتوا اليوم كشركة أنتم من هذا المهرجان؟ يعني الحمد لله استفدنا استفادة حلوة، وكانت مبيعاتنا حلوة كثير، وحققنا مبيعات حلوة وربح حلو، وما شاء الله إنه المهرجان 24 ساعة ينقض بالناس يعني، وملان الناس ويشتروا، والحمد لله مهرجان حلو وراقي. وقديش مهم إنه ينعمل مهرجانات قادمة المرات الجاية؟ طبعا إحنا بنناشد كل المسؤولين إنه هاي المهرجانات في كل مدن الضفة تكون، لأنه إقبال حلو، ومهرجان كهذا الناس مشتاقين له، وأول مهرجان بصير في منطقة طول كرم، ونجاح ولك إقبال نجاح راقي فعلا. وعداوة أخيرة سيد وائل للمشاهدين والمتابعين في اليوم الأخير من المهرجان، شو بتحكي لهم؟ يعني أنا بقول لهم طبعا يجوا يزوروا ويشوفوا الشركات الراقية اللي موجودة عندنا في مجال الزيت والزيتون، وشركات أخرى طبعا في مجال ثاني. أما من أرقى الشركات اللي موجودة في فلسطين هن هي الثلاث شركات اللي شاركن في المعرض، اللي هي مأمون عبد المجيد وأبو حجازة وشركة زيوت الأرض المقدسة، من أرقى الشركات اللي موجودة، ومن أرقى زيت إنتاج زيت موجود في فلسطين بالتجارة. أكيد. وإحنا من بعيد الناس كمان تعالوا زوروا ركن السيد وائل شديد شركة زيوت الأرض المقدسة في المعرض والمهرجان، وشوفوا الزيت بأجود أنواعه. أكيد عند الشركات المشاركة. مشاهدنا الكرام، زيت الزيتون الأول في محافظة طول كرم وبجودة عالية أيضا. تفضلوا زورونا. شكرا جزيلا السيد وائل شديد. تفضل. بدي أود أني أشكر طبعا قناة الفجر من أرقى القناة اللي موجودة، والتغطية الحلوة اللي عملتها في المعرض، وبشكر طبعا جامعة الخضورة والغرفة التجارية اللي قاموا على هذا الشغل. أكيد. وألف شكر لكم. شكرا لك السيد وائل شديد مدير شركة زيوت الأرض المقدسة. خليكم معنا مشاهدنا الكرام، ما تروحوش لبعيد.